شوية عاطف عشان صوتك. نعم، بتقول ايه؟ أقول لك علي صوتك شوية عشان صوتك مكتوم شوية. صوتي واضح كده؟ طيب معاك عندكم؟ واضح يا ابني، واضح. يلا تمام، ماشي. بسم الله. هو أولا كده يا شباب، إيه، خلينا نقول الأول الحاجات اللي إحنا واخدينها من أول ميد ترم لحد ما وصلنا لهنا. إحنا التوبكس عندنا إن شاء الله اللي هي اللينيرايزيشن، وعندنا الاستابيليتي ديريفاتيفز، وعندنا الجزء اللي هو ما جاش في الميد ترم اللي هو بتاع البيور بيتشنج موشن والحاجات ديت، وإزاي تعمل ستيت سبيس كنترول وتحط الحاجه في صوره ستيت سبيس والكلام ده. تمام، ده كلام مهم برضو محدش يسيبه يعني. بعد كده الجزء اللي بعد الميد ترم بدانا بمحاضره الفايبريشن اللي هي المحاضره ديت. احنا مش عايزين، يعني مش عايزين حاجات كتير من المحاضره قوي، يعني في حاجات مش محتاجينها هنهملها يعني في المحاضره، بس في كذا حاجه كده هنركز عليها وخلاص يعني. اول حاجه في يعني هي مجرد دي مراجعه للموضوع الفايبريشن دوت، اللي هو لو مثلا انا عندي سيستم بسيط اللي هو السبرينج ماس سيستم، عندي ماس واحد كده متوصل بسبرينج متوصل بدمبر، تمام، وبعدين انا هحط عليه يا اما فورس او احط عليه انيشال كونديشن للاكس دي، بحيث ان انا احركه فيتحرك في الاتجاه ده ويبدا ان هو يتهز كده يمين وشمال، تمام. ففي الحالة ديت هو يقدر ان هو يتحرك في الاتجاه دوت، وانا بتحكم في الحركة بتاعته باكس واحدة، تمام. فكده ده اسمه one single degree of freedom system، تمام، يبقى ده one degree of freedom. احنا لو كتبنا بقى زي system dynamics لو تفتكروا، مثلا كنا بنكتب بقى الـ equation of motion بتاع السيستم والكلام دوت، ونقدر ان احنا نطلع ايه natural frequency للسيستم اللي هي الاوميجا ان، وهي بتعتمد على الكي السبرينج سكوير روت كي على ام. في حاجتين مهمين لازم نبقى عارفينهم، ان في حاجه اسمها ناتشورال ريسبونس، في حاجه اسمها فورسد ريسبونس، تمام. الناتشورال ريسبونس دوت لو انا ما حطيتش فورس على السيستم، انا يا دوبك حطيت انيشال كونديشن على الاكس، يعني حطيت الاكس برقم وبعدين ايه بقيمه معينه، بعد كده سبت السيستم هو بقى يقعد يوسيليت مع نفسه، ده اسمه ناتشورال ريسبونس. الفورسد ريسبونس ان انا حطيت فورس على السيستم، تمام، بتتغير مع الوقت، فالفورس دي بتشد بقى السيستم وبت يعني هي اللي بتحركه، تمام. ففي الناتشورال ريسبونس الكلام دوت مهم عشان لو الدكتور جاب ولا حاجه يقول لك كومبير ولا حاجه، ان هو بيوسيليت ات ذا ناتشورال فريكونسي اللي هي الاوميجا ان بتاعت السيستم، والامبليتيود بتاع الاوسيليشن بيعتمد على الانيشيال كونديشنز بس فقط. انما في الفورسد ريسبونس انا عندي الاوسيليشن بيعتمد على الفريكوانسي بتاعت الفورس، هي طبعا الفورس ديت هتبقى بيريودك يعني ساينسويدال كده حاجه كوزاين، تمام، او ساين او كده، فهيعتمد على الاوميجا بتاعت الفورس اللي هي جوه الكوزاين، وهيعتمد على الامبليتيود اللي هو الرقم اللي بيبقى جنب الكوزاين، تمام. بعد كده هو هنا قال لك يعني شويه الحنيكه ديت، هو بيقول لك ان الاكس بار دي تقريبا يعني زي الافريج او حاجه بتاع الاكس اللي على السيستم، صراحه انا مش عارف بالظبط هي ايه، بس يعني بتعبر عن اسمها ايه السيستم متحرك قد ايه يعني، تمام. فلو رسمت الاكس دي مع اوميجا، تمام، اوميجا على اوميجا ان، هو بس كل اللي عايز يوريه لك هنا انك انت لو كل ما تزود اللي هو الدامبنج ريشيو اللي هو الزيتا ديت، كل ما تزود الدامبنج ريشيو كل ما الحركه طبعا هتقل، يعني الاكس الامبليتيود بتاع الاكس هيقل، تمام. هنا لو انا خليت مفيش دامبنج خالص السيستم تقريبا هيتحرك لما لا نهايه، انما لو قعدت ازود في الزيتا الدامبنج ريشيو السيستم ايه هيتحرك بصعوبه، كل شويه هيتحرك بصعوبه اكتر. تاني حاجه يعني دي تعتبر بقى بدانا في الكلام المهم شويه اللي هو ايه مالتي ديجري اوف فريدم سيستم. لو انا عندي سيستم بيتكون من تو ماسز وتو سبرينجز، تمام، عشان يتحرك الام دي بتتحرك يمين وشمال والام دي بتتحرك يمين وشمال، يعني في عندي اكس 1 واكس 2،
فكون ان انا اقدر اتحكم او في السيستم ب اكس 1 واكس 2 بقى عندي تو اندبندنت بارامترز. اكس 1 مالهاش علاقه باكس 2، انا ممكن احرك دي يعني احطها برقم ودي احطها برقم لوحدها. ف بالتالي ده كده بيسموه 2 ديجري اوف فريدم سيستم. تمام، عشان نحل السيستم دوت احنا عايزين نطلع له حاجه اسمها المودز اوف فايبريشن والكلام ده. اول حاجه احنا لازم نبدا نكتب الايكويشن اوف موشن بتاع السيستم. لو افكركم بس سريعا بطريقه كتابه الايكويشنز اوف موشن او احتاجناها مثلا في الامتحان ولا حاجه، انت عندك هنا الماس دوت، عشان تكتب الايكويشن اوف موشن بتاع الماس ده تكتب الام في اكس 1 دبل دوت اللي هي الاكس بتاعته، تقول ان هي بتساوي نيجاتيف كي، الكي اللي ماسكه فيها من هنا هو هتلاقيه ماسك في اثنين في كهين، تمام، يعني تو سبرينجز. تاخد السبرينج الاولاني، مش ماسك السبرينج الاولاني ده ماسك في الماس من ناحيه ومش ماسك في حاجه ثانيه، يبقى نيجاتيف 2 كي على طول في اكس 1، هو ده عشان 2 كي بس. والسبرينج الثاني ماسك في حاجه ثانيه، يبقى هتاخد الديفرنس، يعني هتقول نيجاتيف كي في الديفرنس ما بين اكس 1 واكس 2، تاخد الاكس 1 الاول اللي انت واقف عندها. تمام، بالنسبه للمعادله بتاعت الماس دوت هتقول ام في اكس 2 دبل دوت اللي هو ده الماس الاكسلريشن يعني، بيساوي نيجاتيف، هتلاقي مربوط فيه كي واحده بس، فهتقول نيجاتيف كي بس الكي دي ماسكه في ماس تاني، يبقى هتاخد اكس 2 ناقص اكس 1. تمام كده، بس دي كده معادلات الحركه. هتحول معادلات الحركه ديت لشكل الماتريكس عشان توصلها للستيت سبيس فورم، او مش للستيت سبيس يعني، سوري معلش، اللي هو الماتريكس فورم يعني. ببساطه هحط هنا ماتريكس للام، تمام، يبقوا على الدياجونال كده، حط الاكس 1 دبل دوت والاكس 2 دبل دوت، وهنا تقول نيجاتيف كي، تمام، يعني خلي بالك انت خدت ماتريكس سميته نيجاتيف يعني، ودي كي دي يبقى الكي هنا بوزيتيف، تمام. وتاخد القيم بقى اللي هي يعني مع الاكس 1 دي كده كان مع الاكس 1، ففي كان عندك هنا 2 وكان عندك هنا 1 فبقى 3 وهكذا، تمام، 3 وهنا 1 نيجاتيف 1 نيجاتيف 1 1. ده هو نفس الكلام اللي احنا بنقوله هنا، يعني هو نفس الحاجه، انت بتقول ام في اكس 1 دبل دوت، بعد كده 0 في اكس 2 دبل دوت، بعد كده ده في ده في ده في ده، انا كده كتبت المعادله الاولانيه. بعد كده بيقول لك ان الناتشرال فريكوانسي بتاعه المالتي ديجري اوف فريدم سيستم هي عباره عن الايجن فاليوز بتاعه الماتريكس اللي هو ام انفرس اوف كي، يعني كاني خدت انفرس ده ضربت في الانفرس هنا، ضربت في الانفرس هنا عشان ما يبقاش عندي على الناحيه الشمال غير ده، وعلى الناحيه اليمين هيبقى لي هنا ام انفرس اوف كي مضروب في اكس، تمام. فانا عشان اجيب الناتشرال فريكوانسي بتاعه السيستم هي عباره عن الايجن فاليوز بتاعه الماتريكس ده. في حاله الناتشرال، في حاله 1 دي كان بيقول لك ان الناتشرال فريكوانسي هي اوميجا ان في سكوير روت كي على ان، انما في حاله 2 ديجري اوف فريدم هيطلع لي الاوميجا ان اللي هي ناتشرال فريكوانسي هتبقى سكوير روت الايجن فاليوز بتاعه، زي ما قلنا الايجن فاليوز بتاعه ان انفرس كي، ده هيطلع لي اسمهم ايه؟ تو سوليوشنز، تمام؟ لان انا الايجن فاليوز هنا يطلع لي تو ايجن فاليوز لان ده ماتريكس 2 في 2 فطلع لي 2 ايجن فاليوز اللي هو واحده 2 بلس روت 2 واحده 2 ماينس روت 2، تمام؟ فكل واحده من دول هتطلع لي ناتشرال فريكونسي، فبقى عندي ان طالما هو 2 ديجري اوف فريدم يبقى طالع لي 2 ناتشرال فريكونسي، تمام؟ و الناتشرال ريسبونس برضو هنا والفورسد ريسبونس. الناتشرال ريسبونس في هذه الحاله بتعتمد على ايه؟ على التو ناتشرال فريكوانسيز فقط، انما الفورسد فريكوانسي الفورسد ريسبونس بيعتمد على اللي هي الاوميجا بتاعه الفورس، تمام، والامبليتيود. احنا دلوقتي بعد ما عرفنا ان احنا نطلع الاوميجا ان عايزين نطلع حاجه اسمها الايجن فيكتورز، تمام، عشان نطلع حاجه اسمها المودز اوف فايبريشن. الايجن فيكتورز دي بتطلع ازاي؟ انا عايز اجيب الايجن فيكتورز للي هو الماتريكس اللي هو ده ام انفرس كي، تمام، عشان كنا عرفنا قبل كده ازاي نجيب الايجن فيكتور. اولا
هو هنا بس بيقول لك ازاي جاب الايجن فاليوز يعني. تمام، الايجن فاليوز احنا عارفين ان احنا بنجيبها عن طريق ان احنا نقول الديترمينانت بتاع لامدا اي ناقص الماتريكس اللي احنا عايزين نجيب لها الايجن فاليوز. تمام، لو عملت الديترمينانت دوت اللي هو ببساطه ده في ده ناقص ده في ده وحليت المعادله، هيطلع لك معادله من الدرجه الثانيه هتحلها هيطلع لك ايه الايجن فاليوز بتاعتها. والقانون ده مهم، تمام، مهم قوي ان احنا نبقى عارفين ان الايجن فاليو بتساوي اوميجا ان سكوير. تمام كده. الايجن فيكتورز بتاعت بقى الماتريكس دوت هتقول ان هي لامدا اي ناقص الماتريكس اللي انت عايز تجيب لها الايجن فيكتور ده كده كماتريكس، تمام، مضروب في فيكتور اسمه اكس وتساويه بالصفر، اللي هو الكلام ده. الاكس ديت هتبقى عباره عن اكس واحد واكس اثنين. تمام، المفروض ان انت تحل السيستم دوت. يعني انا ان شاء الله هنا كلام عام شويه، بس انا بفصله في يعني هنحل اكزامبل اكتر على اللي هو اللي كان في الاساينمنت. المهم ان انت يعني هتحل الكلام ده، تطلع منه تو ايجن فيكتورز. تمام، هتطلع تو ايجن فيكتورز. الايجن فيكتور الايجن فيكتور الواحد بنسميه المود اوف فايبريشن، يعني ده كده بيعبر عن الفيرست مود اوف فايبريشن. ايجن فيكتور الثاني بيعبر عن السكند مود اوف فايبريشن. كل لامدا ليها، كل لامدا انت طلع لك تو لامدا صح، تو ايجن فاليوز، كل لامدا ليها ايجن فيكتور. تمام، الايجن فيكتور ده بيقول لك ايه بعد ما طلعته ان هو اكس 1 اكس 2، بيقول لك انك لو حطيت اكس 2 ب1 هيطلع لك اكس اكس 1 بالقيمه دي. تمام، الكلام دوت يعني مش شرط دي تبقى واحد، يعني انت ممكن تحطها باي رقم، بس الفكره ان الريشيو ما بينهم هيفضل ثابت. تمام، يعني لو حطيت دي ب2 فده هيضرب في 2 عادي خالص، لو حطيت ب3 ده هيضرب في 3، بس هيفضل ايه الريشيو ما بينهم ثابت. فلو حطيت ده ب1 هيطلع لك الاكس 1 بده. في السكند مود اوف فايبريشن انا لو حطيت الاكس 1 بده ب1 هيطلع لي الاكس 2 بنيجاتيف 0.41. تمام، هو هنا ده اكزامبل، يعني مش الارقام دي مش حاجات يونيفرسال، يعني هو ده على الاكزامبل اللي هو حل. تمام، كل الفكره في الكلام دوت ان الايجن فيكتور دوت هو الانيشال كونديشنز اللي انا محتاج ادخلها على السيستم، يعني ان انا محتاج احط الاكس 1 والاكس 2 دول بارقام معينه اللي هي طلعت لي في الايجن فاليو ده عشان اخلي المود اوف فايبريشن ده يظهر. تمام، يعني تبقوا فاهمين المود اوف فايبريشن دوت هو عباره عن ان السيستم بيقعد يوسيليت بسيمبل هارمونيك موشن كده، اللي هي حركه بتفضل مستمره. تمام، انا كنت عايز اوريكم بس حاجه هنا كاكزامبل برضو تشوفوه. يعني ده كده سيستم فيه سبرينج وماس واحد بس، سيستم بسيط جدا، بس ده بيفهمكم نوعا ما تعرفوا تتخيلوا الاكس ديت يعني بتتغير ازاي. فدي مثلا لو اعتبرنا دي اكس اسمها اكس واحد، هي المسافه دي وعماله تتحرك، فده شكل الاكس واحد رايحه وجايه. تمام، فده كده عباره عن مود اوف فايبريشن. تمام، ودوت عمال يوسيليت 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 بسيمبل هارمونيك اوسيليشن، فده كده يعتبر كانه مود من الاوسيليشن بتاع اللي هو السيستم. تمام، وهو ملوش غير مود اوف اوسيليشن واحد. لو اعتبرنا مثلا ان ده الفري ريسبونس بتاعي، يعني انا مش حاطط فورس مثلا ولا حاجه، يا دوبك انا جيت كده حطيت انيشال كونديشن حقق لي الشكل اللي هو ايه بتاع المود اوف فايبريشن اللي انا بتكلم عنه. الحته دي مهمه عشان نبقى فاهمين ازاي نعمل اكسايتيشن للمود اوف فايبريشن المعين. يعني انا عشان اكسايت المود اللي هو الفيرست مود اوف فايبريشن احط الانيشال كونديشنز عندي بالارقام دي. تمام كده، ده كده انا عملت اكسايتيشن للمود بالفري ايه بالفري ريسبونس. لو انا عايز اعمل اكسايتيشن للمود ده عن طريق الفورسد ريسبونس، يبقى اشوف المود دوت كان الاوميجا ان بتاعته بكام. تمام، اللي هي معلش الاوميجا ان بتاعته هجيبها من هنا. انا عارف ان دوت هو الايجن فاليو بتاعه اللي هو لامدا واحد اللي هو ده، بهقول ان اوميجا ان سكوير بتساوي الكلام دوت، يبقى اقدر اجيب الاوميجا ان اللي هي سكوير روت الكلام ده. تمام كده، يبقى انا كده جبت الاوميجا ان.
بتاعت المدة، أروح أعوض في الفورس، أعوض في الـ في الـ في الأوميجا بتاعت الفورس ديت، أعوضها باللي هو إيه أوميجا إن بتاعت المدة، وهتعمل لي إكسايتيشن للمود. تمام كده؟ يبقى إحنا عرفنا إزاي نعمل إكسايتيشن للمود عن طريق الفري ريسبونس، وعن طريق اللي هو عبارة عن initial conditions، وعن طريق إيه الفورس ريسبونس، إن أنا أحط الأوميجا بتاعتي هي الأوميجا إن بتاعت المود. بس ده الكلام اللي احنا قلناه. كيرف دوت برضو مهم لو سألنا فيه او حاجة. هو ببساطة رسم الـ X1 و X2 مع الـ Frequency بتاعتي الأوميجا. تمام؟ ففي عندي على نقطة ما هتبقى فيه أوميجا N1 وأوميجا N2. تمام كده؟ على طول الخط. فأنا عارف إن عند أوميجا N1 هيحصل Excitation للمود اللي هو الأولاني ده، اللي هو X2 اللي هي اللي لونها اسود دي، هتبقى بواحد، صح كده؟ X2 هتبقى بواحد، وX1 هتبقى بال 0.4. فهرسم X2 رايحة للواحد اهي، وX1 رايحة لل 0.4. وبعد كده عارف ان عند اوميجا N2 هيحصل اكسايتيشن للمود الثاني، فاقدر اقول ان X هتبقى X2 هتبقى ب 0.4. تمام؟ والاكس واحد هتبقى بواحد. تمام؟ بس دوت الكيرف ده اسمه يعني عمل له نورماليزيشن، لان هي طبعا هنا الاكس 2 بالنيجاتيف، بس هو عمل كل حاجه بوزيتيف، يعني كانه شقلب كل حاجه طلعها لفوق. بس يعني فاهمين ان ايه عند المود دوت هحقق الكونديشنز دي، وعند المود دوت هحقق الكونديشنز. تمام كده؟ بس ده يعني يعتبر احنا محتاجين من المحاضره. في حاجات بعد كده هو شرحها، دي ليها علاقه بالماتلاب وشغل الماتلاب، ان احنا طبعا مش محتاجينه في الامتحان. يعني كان عايز يعمل سيميوليشن للسيستم. خلينا نطبق على اكزامبل افضل شويه بقى، ان احنا اللي هو كان جالنا في الاساينمنت. في الاساينمنت كان جالنا قال لنا هتعمل سترينج ماس سيستم بس 3 ماسز، فدوت عباره عن 3 ديجري اوف فريدم سيستم. عندي اقدر اتحكم ب 3 اكسات اندبندنت من بعضيهم، فانا سميت السيستم ده 3 ديجري اوف فريدم سيستم. تمام؟ ببساطه كده انا برضو هكتب بنفس الكونسبت اللي قلنا عليه قبل كده. هكتب معادلات الحركه، هيبقى عندي 3 معادلات عشان عندي 3 ماسز. تمام؟ وبنفس الكونسبت برضو اللي هو بقف عند كل ماس اشوف هو ماسك فيه ايه هنا وهنا وهكذا. انا مش هنضيع وقت اقول في الكلام دوت، ان شاء الله بسيط يعني. بعد كده لو انا عايز اكتب الكلام دوت في صوره الماتريكس ماتريسيز، هكتب الكلام دوت ان انا اخلي الاكس، يعني همسك كل معادله اخلي الاكس واحد دبل دوت في طرف لوحدها، وبقيه الحاجات كلها وفي اكس بقى واحد واكس اثنين واكس ثلاثه. تمام كده؟ اكس 2 دبل دوت لوحدها، وهنا اكس 1 اكس 2 اكس 3 وهكذا. كتبت الثلاث معادلات في الصوره دي، اقدر ان انا احولهم للماتريكس فورم على طول. تمام؟ هو هنا كان مديك ان الماس بواحد. تمام؟ فطبعا الماتريكس اللي هو بتاع الماسز ده ملوش اي لازمه، ده مش هيعمل اي حاجه، فاقدر ان انا اتجاهله على طول تماما، واقول ان اكس دبل دوت فيكتور بيساوي الكلام دوت اللي هو الكوفيشنتس ديت، يعني الكوفيشنت دوت بتاع الاكس 1 وده الكوفيشنت بتاع الاكس 2، الكوفيشنت بتاع اكس 3 هنا مش موجوده يبقى بصفر وهكذا. تمام؟ يبقى انا عملت الماتريكس بتاعتي ديت اللي هي سميناها كي. ده كده النيجاتيف كي. تمام كده؟ الماتريكس ديت هي كانت عباره عن نيجاتيف كي اللي انا كنت جايبها يعني، فانا عايز الماتريكس اللي هو الكي. تمام؟ عشان احنا قلنا ام انفرس في كي مش في نيجاتيف كي، فضربت في نيجاتيف. تمام؟ احنا عايزين نجيب الماتريكس اللي هو الام انفرس في كي. طبعا الام انفرس دي مالهاش اي لازمه زي ما قلنا، فانا هجيب الكي، بس اللي انا كنت جايبه هنا كان هو النيجاتيف كي، فهضرب في نيجاتيف عشان اخليه كي، وامسك الماتريكس ديت بقى هبدا ان انا اجيب لها الايجن فاليوز والايجن فيكتورز عشان اطلع المودز اوف فايبريشنز بتاعت السيستم ده. عشان اجيب الايجن فاليوز برضو زي ما احنا حافظين، هجيب الديترمنت بتاع اللامدا اي ناقص الاي، الاي ده اللي هو الماتريكس دوت،
بعد كده افك الديترمننت دوت، ده ديترمننت بقى اللي هو همسك دوت كده، وبعدين اقول يعني اقول ده مضروب في ايه بقى، ده مضروب في ده ناقص ده مضروب في ده، حطيتها هنا اهي. وبعد كده اخد الصف دوت والعمود دوت، العمود دوت قصدي والصف دوت، واحط نيجاتيف وهكذا. اكيد يعني عارفين هنفك زي الديترمننت. هيطلع لك معادله بقى من الدرجه الثالثه، عشان ده 3 باي 3، فهيطلع لك معادله من الدرجه الثالثه، تحلها على الكالكوليتر مثلا، تطلع لك ثلاث قيم لللمب، يبقى عندك ثلاثه ايجن فاليوز، كل ايجن فاليو من دولت هيبقى ليه ايجن فيكتور. عشان اول حاجه بس الاول اجيب الناتشرال فريكوانسيز، هيبقى عندي ناتشرال فريكوانسي كورسبوندنج لللمدا واحد، اجيبها من القانون دوت بقى خلاص. اوميجا ان واحد هي سكوير روت اللامدا واحد، والاوميجا ان 2 واوميجا ان 3، تمام كده. بعد كده هروح اجيب الايجن فيكتورز، الايجن فيكتورز عشان نجيبها قلنا هنحط الماتريكس اللي هو لامدا اي ناقص اي، واضربه في الاكس فيكتور وتساويه بالصفر. عملت الماتريكس ديت عشان احل السيستم دوت. طبعا هو في سوليوشن اللي هو السوليوشن اللي هو كله صفار، يعني ان الاكس دوت يبقى هو الزيرو ماتريكس او الزيرو فيكتور، وده طبعا سوليوشن ملوش اي لازمه بالنسبه لي، انا عايز سوليوشن يبقى فيه ارقام، عايز اطلع الايجن فيكتور. عشان اعمل كده اعوض دلوقتي، انا عندي ثلاثه ايجن فاليوز، عشان اجيب اول ايجن فيكتور اعوض عن اللامدا بلامدا واحد، ابدا ان انا اعوض عن لامدا واحد هنا، لامدا واحد لامدا واحد، جبت الشكل دوت ماتريكس ديت، تمام. بعد كده هبدا ان انا افكها لثلاث معادلات، هقول ده مضروب في ده زائد ده مضروب في ده زائد ده مضروب في ده، طلع لي معادله وسويها بالصفر. بعد كده هيطلع لي معادله من هنا، ده ده زائد ده في ده زائد ده في ده، طلع لي معادله ثانيه، وهنا معادله ثالثه، تمام، اللي هي ديت. هيطلع لي الثلاث معادلات دولت، عشان احل المعادلات دي لازم افرض واحد من الاكسات. ففي الحاله دي ابسط حاجه انك تفرض الاكس واحد بواحد، تمام، يعني ما تحطهاش مثلا باثنين ولا ثلاثه، حطها بواحد ابسط حاجه. لو حطيت الاكس واحد هنا بواحد هيبقى خلاص عندي المعادله دي، اقدر اجيب منها الاكس اثنين على طول، صح؟ لان هنا ده بقى رقم، اوديه الناحيه الثانيه واقسم على السبعه، بقى طلع لي الاكس اثنين برقم. بنى بقى عندي كده اكس واحد بواحد واكس اثنين بالرقم اللي لسه مطلعه. وبعد كده انزل لاخر معادله دي اجيب الاكس ثلاثه، بدل يعني اسهل من ان انا اروح هنا لان دي فيها اكس واحد واكس اثنين واكس ثلاثه، اروح لمعادله ما فيهاش غير مجهولين بس. فانا عندي الاكس 2 خلاص، ما عادش عندي فاضل غير الاكس 3، اقدر ان انا اجيبها واكتبها في السؤال. ده كده الايجن فيكتور بتاعي، وده اسمه الفيرست مود اوف فايبريشن. بنفس الكونسبت هعوض بقى عشان اجيب السكند مود اوف فايبريشن او السكند ايجن فيكتور يعني الاول. هحط بدا هنا في الماتريكس ديت، بدل ما احط لامدا 1 هحط بقى لامدا 2. حطيت لامدا 2 هيطلع لي ماتريكس، وهعمل نفس الشغل اللي عملته قبل كده. هنا طلعت برضه ثلاث معادلات، بس المره دي بقى هفرض اكس 2 مش هفرض اكس 1، عشان ده السكند مود، فهفرض الاكس 2 بواحد واطلع الاكس 1، وبعد كده اروح للمعادله دي مثلا اطلع الاكس 3. ده اسمه سكند مود اوف فايبريشن. بعد كده الثيرد مود بقى بنفس الكونسبت خلاص، بس المره دي هفرض الاكس 1 الاكس 3 هي اللي بواحد. هنا بقى همشي بالعكس، يعني انا هفرض هنا اكس 3 بواحد، هجيب الاكس 2، بعد كده اروح هنا اجيب الاكس 1. ده الثيرد مود اوف فايبريشن. ببساطه الايجن فيكتورز ديت او المودز ديت دي عباره عن الانيشال كونديشنز بتاعتي اللي انا محتاجها عشان اعمل اكسايتيشن للمود اوف فايبريشن الفلاني ده، تمام. يعني احنا كده يعتبر خلصنا الكلام ده، كده كان موضوع بقى الماتلاب والحاجات دي، عشان نشوف شكل الريسبونس برضو لو احتاجته في هتبقوا عارفين شكله ولا حاجه. انا مش عارف هو الصراحه هيسال ازاي في الحته دي، بس عشان اكسايت الفيرست مود من عن طريق الفري ريسبونس هحط الانيشال كونديشنز بتاعتي، هي عباره عن الايجن فيكتور، تمام. لو عملته هيطلع لي الرسمه دي، والرسمه دي لو بصيت على الاكسس اللي هنا اللي هو الواي اكسس دوت، ده بيعبر لي عن الانيشال كونديشنز بتاعتي، تمام. هنا هلاقي ان هو فعلا الكلام ده ماشي مع الكلام ده بالظبط، ان الاكس اللي هي الزرقاء دي اللي هي الاكس واحد، الاكس واحد هنا كانت بواحد صح كده، الاكس اثنين هتلاقيها باثنين وشويه، واكس ثلاثه هتلاقيها باربعه وانت تمانيه،
يبقى فعلا ده هو ده، وده هيعمل لي اكسايتيشن لل فيرست مود اوف فايبريشن. وعشان ده فري ريسبونس هتلاقيه سيمبل هارمونيك موشن كده، ما بيحصلش فيها اي نوع من انواع الدامبنج، تمام؟ تفضل توسيليت بالشكل دوت من غير اي دم، يعني الامبليتيود هنا هيفضل ثابت طول الوقت، تمام؟ عشان اكسايت الفيرست مود دوت بالفورس ريسبونس اقدر ان انا اعمله زي ما قلنا ان انا احط الاوميجا بتاعت الفورس، هي الاوميجا ان بتاعت الفيرست مود مثلا. لو حطيتها هيطلع لي الشكل دوت. هو انا في الحقيقه انا هنا قدرت ان انا اعمل اكسايتيشن للفيرست مود برضو، بس عن طريق الفورس ريسبونس، وبيبقى في يعني دامبنج بقى، يعني هو مش سيمبل هارمونيك موشن كده ماشيه مستقيمه، لا ده بيبدا كده ويقعد يزيد 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 يزيد، تمام؟ بس عند كل نقطه هي بتحقق الفيرست كونديشن، يعني القيم بتاعه الاكس 1 والاكس 2 والاكس 3 ماشيه مع بعضيها على الايه الريشيوز اللي احنا قلنا عليها هنا، تمام؟ اظن يعني احنا مش محتاجين حاجه ثانيه في المحاضره ديت. احنا بس هنقفل الزوم ونفتحه تاني مع نفس اللينكين.